وأننا الآن أين نحن الآن؟ بجذر هذا الموقع. فبالجذر سنكتب middleware.js فقط، هذه هي الطريقة. بداية سنجلب ال next response from next server، وأيضا هنا سنقوم بإنشاء function. بداية علينا أن نقوم بإكسبورت له، وهو function middleware، وسأكتب هنا middleware. بالتأكيد الميدلوير يأخذ request جيد، والميدلوير أيضا يعيد response معينة، يعيد JSON response. ففعليا عندما يتم طلب شيء ما، مثلا يتم مثلا slash profile، يتم طلب slash articles، فأنا أريد من هذا الميدلوير قبل أن يذهب ويعرض لي الarticles أريده أن يقوم بشيء ما. هذا الشيء ما أريد أن يرى إذا كان هنالك هنا يوجد كوكي باسم باسمها التي اتفقنا عليه اسمها الآن سنرى Next.js token إلى آخره، الآن سنرى. فإذا هنا سأكتب التالي، سأكتب أنني أريد التوكن كوكي بهذا الشكل، وأستطيع الحصول عليها من الريكوست. فإذا هذا الريكوست عندما يتم إرساله فعليا من الكلاينت للسيرفر Next.js سيتم تحميل الكوكيز معه، وبالتالي هنا أنا سأقول أن من ريكوست اجلب لي الكوكيز التي اسمها أين اسمها وضعناه. فإذا سنذهب أعتقد إلى App Auth Login مثلا Route أو API Route، هذا اسمها، إن هو اسمها، هذا هو اسمها. فإذا هذه هي الكوكيز التي حفظناها. فإذا سأخذ اسمها من هنا وأضعه هنا. فالشيء الذي سأقوله اجلب لي هذه الكوكيز. طبعا مجرد أن يجلبها لي التوكن كوكي سيكون فيه نيم، سيكون فيه فاليو ومعلومات هذه الكوكي، أو سيكون فيه نال. فأنا فعليا سأقول التالي، سأقول أن التوكن سيكون هو عبارة، لأن قيمة هذه الكوكي هي عبارة عن التوكن، فبالتالي أنا سأكتب توكن value حتى أحصل على الفاليو الخاصة بهذا التوكن. فإذا كانت الفاليو فعليا موجودة، فإذا if أو كانت غير موجودة، لا يوجد توكن فعليا، فبكل بساطة الشيء الذي سأقوم به مبدئيا سأقوم بريتيرن next response. ويمكن هنا أن أكتب dot next، لا سأكتب مثلا redirect مثلا لشيء معين، مثلا أكتب redirect مثلا للlogin. طبعا هذه الطريقة يمكن أن أقوم بredirect للlogin، لكن يعني هذه الفكرة. لكن الطريقة الصحيحة لهذا الموضوع هو أن نقوم بإنشاء URL، فسنقوم بكتابة التالي، سنكتب new URL وسنعطيه اللاحقة التي ستكون هي auth login، وهي فعليا سنجمع معها الريكوست URL. الريكوست URL الذي سيكون هو عبارة عن local host port 3000، يعني في حالة أن هذا الرابط أو الدومين yourdomain.com، ثم سيضيف لها هذا auth login. جيد. فإذا كان التوكن غير موجود فحول للصفحة، حول لصفحة اللوجن. طيب إذا لم يكن، إذا كان موجود ماذا تفعل؟ بكل بساطة يمكنك الذهاب لأي مكان، سأكتب هنا next response json أو next response next كذا. هذه next response next ماذا تفعل؟ تقوم بالتحويل للريكوست المطلوب. فمثلا إذا كان هنا المطلوب articles سيذهب إلى articles، إذا كان المطلوب مثلا بروفايل سيذهب إلى بروفايل. فلنرى، فإذا تحديث، فنلاحظ هنالك خطأ هنا يقول أن البيج لم يتم تحويلها بشكل صحيح. لماذا؟ لأني أنا أصلا في اللوجن أو ذهب لللوجن أصلا. فما الحالة هنا؟ ما الشيء الذي يجب أن نقوم به؟ فإذا فعليا يمكن أن نقوم بالشيء التالي، أن نحدد هنا أين نريد أن، يعني نحدد المسار، ليس نعطيه مسار يعني كل مرة قم بريدايركت، لا نحدد. فيمكن أن نكتب هكذا أن if request next URL path name سأحوله to lowercase يساوي articles، إذا كان يساوي articles فقم أيضا بالتحويل. جيد. طبعا عدا ذلك هنا أيضا سنقوم ب return next.
إذا كان هذا هو الرابط فقم بالتحويل للوجن. لنرى إذا كان سيكون هنالك مشكلة. طبعا الآن أنا باللوجن، لكن ماذا لو ذهبت لكل المقالات أعادني للوجن؟ واضح؟ يعني الميدلوير الشيء الذي قام به هو أن مرة أخرى عندما جاءني طلب لسلاش articles لم يذهب فورا لسلاش articles ليعرض لي الشيء. بكل بساطة جاء إلى هنا ليطبق الموجود بهذا الفانكشن، وتم تطبيقه. السبب الأول لا يوجد لدي توكن، السبب الثاني أن هذا هو سلاش articles. طبعا يمكن مثلا أن نقوم بشيء آخر، أن إذا كان هذه سلاش articles يعني نكتبها بالعكس، أن يعني بداية نسأل هل هو سلاش articles وثم نسأل not token وثم نكمل. ربما أيضا هذا لوجيك معين، لكن سأكمل باللوجيك الذي بدأته. أنا هذا سأكررها أكثر من مرة. فمثلا بالنسبة إذا كان هنا المسار هو بروفايل، طبعا قبل أن أحفظ أريد أن أريكم الآن لو ذهبت إلى بروفايل سيذهب إلى بروفايل بالرغم أنه غير مسجل الدخول. فبالتالي سأضيف هنا بروفايل بنفس الطريقة. فإذا كان لا يوجد توكن والمسار هو بروفايل حول لتسجيل الدخول، فإذا الآن يفترض أن يذهب لتسجيل الدخول وهذا الشيء صحيح. جيد. فماذا عن لوحة التحكم؟ لوحة التحكم أيضا يذهب إليها. يمكن أن أحدد مرة أخرى أن المسار الرئيسي إذا لم يكن مسجل الدخول أيضا فقم بتحويله لللوجن. فإذا تم تحويله لللوجن. فإذا ماذا لو أنا فعليا مسجل الدخول؟ سأكتب اسمي ومعلومات صحيحة .com وواحد واحد وانتهينا. أنت مسجل الدخول، تم تحويلي هنا. يمكن أن أرى كل شيء، يمكن أن أرى الملف الشخصي، يمكن أن أرى كل المقالات، لا مشكلة بذلك. بالتأكيد أن هنالك يمكن أن تغير مثلا ما هو الخطأ. لا يوجد خطأ. فإذا يمكن أن تحاول مثلا هنا لتعديل، لا تعدل المقالة. أيضا يوجد لدينا نيو، أعتقد articles نيو. فإذا ذهبت إلى نيو فيمكن هنا أن أضيف مقالة، سأقوم بتسجيل الخروج. يمكن أن أضيف مقالة هنا، نعم أريد تسجيل الخروج. ومرة أخرى سأذهب إلى articles slash new. فإذا الآن يمكن أن أذهب بالرغم أنني غير مسجل الدخول. ما الشيء الذي علي أن أفعله؟ بكل بساطة يمكن أن أكتب بهذا الشكل مرة أخرى، وهنا أكتب إذا كان المسار يساوي articles new. طبعا هذه فكرة عن الآن لاحظوا سيذهب إلى تسجيل الدخول. هذه فكرة عن middleware. فإذا درس اليوم هو فكرة عن الميدلوير. ربما أنت لديك الكثير من الأسئلة الآن، تقول طيب كلما أريد مسار أريد أن أذهب هكذا. طبعا لا، هنالك طرق أخرى. فإذا ذهبنا إلى Next.js.docs فستجد هنالك طرق عديدة لموضوع الميدلوير، وتحديدا ماتشنج للURL، يعني ماتشنج لهذا. فأنا كتبتها بهذا الشكل لأن يعني أريد تبسيط الأمور لأبعد حد ممكن. فهنا سأكتب middleware، لأن هذه هي طبعا لاحظوا middleware ها هي. فهنا مثلا نفس الفكرة، أن يمكن أن تحدد مثلا هنا أن تكتب إذا كان تقوم بالماتشنج بهذه الطريقة، ليس بماتشنج بطريقة if statement التي كتبناها. يمكن أن تقوم بماتشنج بهذه الطريقة، تقول مثلا إذا كان يبدأ الURL بabout فحول فورا إلى home مثلا، تقوم بعملية تحويل. طبعا هنالك عدة طرق بالنسبة لهذا next response. يمكن أن تقوم بريدايركت للتحويل، ريدايركت إعادة توجيه. يمكن أن أيضا أن تضع هنا next. هذه next جدا جميلة، أريد منك أن تحفظها وأن تركز عليها، لأنك إذا نسيتها ستسبب الكثير من المشاكل. فكرة next response next، أن عندما يصل يعني إذا أنت لا تريد أن تفعل أي شيء فعليا بهذه response فقط أكملها، أكمل طريقها. هذا معنى next. يعني أنا الآن لا يوجد لدي token مثلا، أو يوجد لدي token. إذا لم يوجد لدي token طبق هذا. طب الآن يوجد لدي token، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان يوجد لديك توكن بكل بساطة استمر، تصفح كما تريد، فلن يتم تحديدك. فبالتالي سنستخدم next. next يعني next URL. فإذا هذه مهمة، redirect، ولدينا أيضا rewrite التي تقوم بإعادة كتابة ال URL. يعني بالأعلى مثلا يكون اسمه كذا، هو كذا، لكن طرى بالأعلى شيء آخر. إذا هذا هو ال rewrite. فإذا أين هي؟ أين ذهبت؟ الآن كنا نقرأ عنها.
الآن وجدتها، فإذا هنا لدينا ريرايد. فهذا بخصوص الماتشنج. فيمكنك أيضا أن تقوم بالماتش من خلال الري. فمثلا بدلا أن أكتب هكذا if statement لكل شيء، فيمكن أن أضع مثلا slash profile slash slash article new ضمن article بالماتشر. وهنا يقول لك يمكن أن تضع regular expression بهذا الموضوع، مثلا تقول أنني أريد ماتشين كل شيء عدا هذا. فهذا جيد أيضا. إذا قمت بتسجيل الدخول الآن mail.com وواحد واحد كل المقالات، إذا قمت مثلا بحذف هذه المقالة هلو، لاحظوا هل أنت متأكد؟ نعم أوكي أنا ما زلت بنكس. لاحظوا ماذا جاءني، هذه الرسالة فعليا جاءت من الباك اند، لأنني قمت بحماية الباك اند بالنقاط الديليت والإدت والآد، قمت بحمايتها بهيدر authorization header. فإذا هذا الشيء الذي حصل، فبالتالي هنا ظهر لنا unauthorized. فنحن نريد أن نكون authorized لأننا قمنا بتسجيل الدخول، هذا الموضوع الذي سنقوم به. فإذا لنبدأ، الموضوع سهل جدا، فقط علينا أن نذهب لنقطة مثلا الديليت. دعونا نذهب لنقطة الديليت article delete الموجودة ب articles API route، وفقط علينا الذهاب لنقطة الديليت. فإذا هذه هي نقطة الديليت. فبالأعلى هنا قبل القيام ب FID، إذا كان لدينا ID جيد جدا، فهنا نريد أن نسأل أن نجلب التوكن من الكوكيز from cookie. فبالتالي هنا سنكتب أن نفس الشيء الذي كتبناه قبل قليل، إذن token cookie، والتي سنجلبها من request لأن لدينا هنا request و cookies get، وهنا علينا أن نضيف اسمها. اسمها مرة أخرى نسيت اسمها، دعوني أفتح middleware. فإذن هذه هي، سأجلب هذا وأضع هنا بكل بساطة. فإذن الآن لدينا هنا توكن كوكيز، هذه اسمها، وهنا أريد أن أجلب التوكن الفعلي. طيب أريد أيضا، لاحظوا أريد أن أقوم بإنشاء headers هنا، فإذا سأكتب const headers وسأكتب هنا new headers، وستكون هي authorization، هذا هو الهيدر، هذا اسمه، وسنضيف bearer token هو، وسنضيف هنا ماذا؟ التوكن فعليا. جيد، هذا الهيدر سنضيفه فعليا مع الفيتش. سنضيف الهيدر أننا لدينا نحن صلاحية الدخول أو صلاحية الحذف لهذه الارتيكل، وهذا هو التوكن الذي لدينا. فإذن هذا الشيء الذي سنقوم به. طبعا الآن طالما فعليا نحن يعني غيرنا الـ API الذي نستخدمه، فإذن هنا لدينا من الـ Backend PHP سنجلب Result. جيد، وهذه الريزلت سنغير قليلا، سنكتب ان اوكي ترو اذا كانت صحيحه، او سنكتب هكذا ريزلت ستاتس، عفوا اذا كان هنالك نجاح فعليا سنكتب اوكي ترو، والمسج ستكون هي عباره عن الريزلت مسج. طيب هذا بالنسبه اذا كان هنالك نجاح، اذا لم يكن هنالك نجاح فما الشيء الذي سنقوم به فعليا؟ سنرسل نفس الشيء، لكن هنا سنرسل false وايضا سنرسل المسج. واضح، هذه النقطه الديليت التي اضفت لها الاوثرايزيشن هيدر، وايضا اضفت لها قمت بتحليل الريسبونس، ايضا هذه النقطه يتم استخدامها اين يتم استخدامها؟ يتم استخدامها app components اعتقد delete article. فإذن هنا هذه البوينتس يتم استخدامها هنا، فبالتالي علينا ان نقوم بتعديل هذه النقطه. فإذن كيف ذلك؟ فإذن بكل بساطه هنا لاحظوا انا اقوم بطلب articles API واقوم بتحليل النتيجه. الان هذا الطلب من next server، وبالتالي هنا بالنسبة لهذه الريزلت التي جاءتني سأكتب التالي، فقط سأكتب result message، فقط أعطيني المسج، وبعد أن تعطيني المسج فقط قم بwindow location reload فقط. هذه هي القصة. فإذن الآن لو عدت إلى هنا، قمت الآن، دعوني أحدث فقط يعني، وإذا قمت الآن بمثلا دعونا نحذف hello، حذف هل أنت متأكد؟ أوكي، و
ومش الذي سيقود delete operation completed. وفعليا هذه المسج ليست من Next.js، هذه المسج من الباك اند، من الباك اند نعم PHP باك اند. اوكي وهلو ستختفي، وايضا ستختفي من قاعة البيانات، هاي قاعة البيانات ستختفي ايضا من هنا. فاذا سنذهب لقاعة البيانات لنرى، و articles فقط نريد ان نتاكد هل هنالك article اسمها، عفوا نريد ان نتاكد هل هنالك article اسمها هلو، لا يوجد هلو، اختفى. واضح، جميل جدا. بخصوص route الاد نفس القصة، فاذا هي البوست add article نفس القصة، دعني ابقى بديليت. اذا هنا بديليت ماذا فعلت؟ هنا اخذت الكوكي وقمت بجلب الهيدر منها، جلبت الهيدر التوكن منها وضعته بالهيدر فقط، سأنسخ هذا. بالنسبة للبوست نفس القصة، هنا الشيء الذي سنقوم به يعني بتراي، بأول تراي أو ليس بأول تراي، هنا بعد أن قبل أن نطلب ريسبونس أو قبل أن نطلب فيتش، هنا سأضيف التوكن والهيدر سأضيفها هنا حتى يكون لدي صلاحية الإضافة. لكن قبل ذلك دعوني أريكم شيء. إذا قمت أنا بالذهاب إلى هنا وذهبت إلى Articles New، لاحظوا كتبت أي شيء وإضافة، لاحظوا هنالك خطأ Object are not valid، خطأ أن جاءتنا رسالة من الباك إند وهذه الرسالة هي عبارة عن Object، وبالتالي لم يتم وضعها، لا يمكن أن تكون بريأكت. فإذن لنذهب للLogin Form، فإذن article form، اعتذر عن هذه النقطة. اذا فتحنا article form، لاحظوا بالarticle form نحن قمنا ب اين هو الطلب، اذا ها هو الطلب بالarticle form ولدينا هنا الداتا ايرور. طيب لو كتبت هنا مثلا console.log للداتا جيد، فهنا يفترض ان تظهر طبعا بعد الاد اضافة، لماذا لم تظهر؟ ستظهر هنا لان نحن على client component، يفترض أن تظهر هنا. لاحظوا ها هي فعليا وأخيرا حصلنا عليها. فإذا لاحظوا الستيتس ايرور والديتا نال، مسج unauthorized، والايرور هو لا يمكن there is no authorization header. لماذا ليس هنالك authorization header؟ طيب أنت تقول هو موجود بالكوكيز، هو موجود بالكوكيز لكنه ليس موجود مع الهيدر، الهيدر التي وضعناها هنا التي علقتها الآن. فإذا الآن أرسلته مع الهيدر، لكن أيضا أريد ليس فقط أنني أرسل مع الهيدر، لكن أيضا هنا يمكن فعليا هذه الديتا، لاحظوا أنا مررت نفس الديتا للأرتيكل وأرسلت الديتا للأرتيكل، فبالتالي فعليا الديتا هنا من سيرفر Next.js أرسلت نفس الريسبونس اللي جاءتني من PHP سيرفر، أرسلتها إلى هنا إلى نقطة الكلاينت، فبالتالي هذه الديتا فعلا هي نفسها الداتا التي جاءت من PHP سيرفر. فبالتالي هذه الداتا هنا يجب أن أحللها، أين أحللها؟ هنا أن أكتب أن هذه الداتا سأسميها مثلا result جيد، وإذا كانت الresult نجاح أو مثلا فقط أريد أن أضيف المسج، فيمكن فقط أن أعرض المسج على الشاشة مثلا من هذا كله، فإذا فقط أكتب هنا result message وأمسح هذا. هل هذا صحيح؟ هل هنالك خطأ؟ يعني فقط بعد إضافة الارتيكل سأقوم بعرض عفوا result message، فلنرى هل هذا الطريقة التي فكرت بها صحيحة أم خاطئة. فإذا نحدث، فالآن إذا أضفت article لاحظوا سأكتب حرف A هكذا حتى تبدو لدينا، وإضافة الآن فإذا لنرى، لاحظوا insert operation completed فعليا. وإذا ذهبنا إلى الداتابيس اسمها AA، لاحظوا ها هي AA. فإذا مرة أخرى سأذهب للإدت هنا كل المقالات، ومثلا معدل B هذا مثلا تعديل، ها هي طبعا لاحظوا لا تظهر، هذه أول خطأ أنها لا تظهر هنا، وبرأيكم لماذا لا تظهر فعليا؟ فإذا هذا هو الارتيكل فورم. فإذا كانت الارتيكل، إذا كان الفورم إدت فنحن نريد أن نحصل على هذه الارتيكل. الريسبونس التي لدينا ليست هي الديتا ارتيكل، بل هنا سنعتبر ريزلت لدينا، وهنا ريزلت
وهذا عبارة عن data، وهنا article result وهذا عبارة عن data. إذن الآن يفترض كل شيء تمام، بي بي صحيح، إذن ظهر كل شيء بشكل صحيح. لكن ماذا عن التعديل؟ إذا قمت مثلا كتابة هنا بي بي 1 هكذا تعديل، لاحظوا هذه المسج من الباك إند، لا أعرف إذا كانت ستظهر لنا أيضا بالكونسول، لم تظهر لنا هنا ولا حتى بالنتورك، لا مشكلة، لكن هذا هو خطأ. يجب أن أجعلها unauthorized، يجب أن أجعلها authorized بالذهاب لبداية سأنسخ الهيدر، إذن هذه الكوكيز من هنا جيد، وسأذهب للبوت ريكويست، وهنا قبل البروسيس ريكويست سأضيف هذا، ومع الفيتش، أين هي الفيتش؟ هذا سأضيف الهيدرز حتى أكون ماذا؟ حتى أكون فعليا أنني يعني حتى أكون فعليا authorized. بالنسبة لهذه النكست برأيكم ما الشيء الذي نغيرها فيه؟ بالنسبة للريسبونس هل نغير شيء؟ إذن دعونا مثلا هنا نكتب هذه الريزلت، نوحد الأمور، نكتب إذا كانت الريزلت status عفوا يساوي، فبالتالي سأرسل ريسبونس، أنا هذه الريسبونس ستكون فيها okay true، والداتا هي الريزلت مسج، طبعا سأضيف else فيها نفس القصة، لكن الفرق أنني سأكتب هنا false. إذن هذا هو، قمت بتعديل الراوت، لكن بالارتيكل فورم بالنسبة للإيديت كيف سنقوم بهاندل لهذا؟ إذا كانت هنا لدينا، أعتقد قمنا بهاندل لها كلها بنفس الطريقة، فبالتالي صحيح سيكون الموضوع. فإذا لنجرب، سأقوم بالتحديث، والآن سأكتب بي بي هذا، سأكتب معها مثلا 5 هكذا، والتعديل الآن، ما المشكلة التعديل الآن؟ لا يوجد أي شيء فعليا ظهر لي، فلنرى هل تم تعديلها أم أنا نسيت شيء معين. فإذا تم تعديلها فعليا لكن لم تظهر لي المسج هنا، لم يظهر لي أي مسج فعليا، فربما هنا مثلا بالارتيكل أقوم بكتابة مثلا إذا كانت الريزلت أوكي فست مسج التي هي هذا الفاريبل الذي أنشأناه، وإلس فقم بوضع المسج التي ستأتينا من من الباك إند. فإذا الآن سأكتب هنا مثلا 6 6 معها 6، فإذا لنرى التعديل الآن، فإذا تم تعديل المقالة بنجاح، ونفس القصة أيضا مع الباك إند، ها هي بالديتابيس يعني. إلى هنا انتهينا من هذا الموضوع، من موضوع كيفية حماية الراوتس التي لدينا بهيدر بأوثرايزيشن هيدر. هذه هي الطريقة بكل بساطة، أن عندما تقوم بفتش ريسبونس بكل بساطة أو فتش ليور المعين، فأنت بكل بساطة ترسل هيدر، من ضمن هذه الهيدر هي الأوثرايزيشن هيدر. من أين تجلب الأوثرايزيشن هيدر؟ أو أوثرايزيشن هيدر موجود، لكن ما هي قيمته؟ عادة تكون قيمة التوكن، هذا التوكن يجب أن تكون قيمته هي الموجودة بال cookies، وأيضا التي يمكن أن يتعرف عليها السيرفر، السيرفر هو الذي أنتج لنا هذا التوكن، نحن حفظناه بالcookies، وثم عندما يحتاجه السيرفر ليتأكد أننا لدينا صلاحية للقيام بأمر ما، سنرسل له التوكن الذي هو أنتجه والذي هو يفهمه والذي هو يستطيع أن يؤكد أنه صحيح أو لا. فهمت من قضية كيف أصبحت؟ إذن الآن سنقوم بإنشاء هذه النقطة التي أخبرتكم عنها، نقطة هو أم آي، سننشئها بالبروفايل. فإذا سأذهب إلى الأب، لاحظوا هذا هو أب، إذا ذهبت إلى بروفايل هذا هو بروفايل، إذا فيه بيج، كما اتفقنا نحن نقوم بإنشاء دايركتري اسمه API، وبداخله ضروري أن ننشئ راوت، اسمه راوت، لا يمكن أن تكتب شيء آخر يعني، اسمه راوت تكتب راوت، وهنا بداخل الراوت فقط سننشئ راوت لطلب نقطة من ال PHP باك اند اسمها هو ام اي. فبداية سنجلب النكست ريسبونس فروم نكست سيرفر، ايضا سنحتاج ان نجلب الباك اند URL فروم ويب سايت كونفيج، وسنقوم بانشاء
function async للget method وسيأخذ بالتأكيد الريكوست. هنا أيضا نحتاج أن نقوم بأخذ الكوكيز، وبالتالي هنا سأكتب get token وسنكتب const token request cookies واسمها، كان يعني يجب أن أنسخها لكن سأحاول أن ننسخ. ما رأيكم أن ننسخ؟ إذا سأفتح الـ API الخاص بالـ articles. إذا أين هي؟ إذا هذا، إذا نفسها سأقوم بنسخها من هنا. أيضا أريد الحصول على الـ header من هنا، بالتالي نفسها سأنسخها بهذا الشكل. فإذا هنا سنحصل على التوكن إذا موجود، وسنرسله مع الهيدرز. جيد. فإذا هنا علينا ماذا أن نفعل؟ علينا أن نطلب النقطة التخيلية التي سأنشئها بعد قليل ب PHP، وهذه هذا سأطلب who am I. فإذا request who am I، فسيكون لدينا response await fetch. سنقوم بطلب الباك اند URL الذي هو باك اند ال PHP، وسنطلب API who am I dot PHP. هذه هي النقطة. ليس هذا فقط، فعلي أيضا أن أضيف الهيدرز. إذا سأضيف بداية أن method get وهي الافتراضية، وأيضا أريد أن أضيف الهيدرز. فإذا مع طلبي سأضيف الأوثرايزيشن، سأقول له من أنا وهذا هو التوكن، فهو سيقوم بتحليل التوكن وإرساله لي. هذا الشيء المفترض. فمن هنا ستأتيني result إذا قمت بتحليل الresponse من response.json. فإذا قمت أنا بتحليلها، طبعا الresponse أنا لم أنشئها بعد، لكن ستكون على نفس النسق السابق، وبالتالي سأسأل إذا كانت الstatus تساوي، فأنا فعليا أريد return next response، وسيكون فيها okay true، والداتا ستكون هي عبارة عن الريزلت داتا. إذا هنا سأرسل، سيأتيني معلومات هذا الشخص. طيب إذا لم يكن كذلك، فأنا فعلا أيضا سأرسل response json response، وهذا ستكون هي عبارة عن false، وسنضيف هنا كود الذي يكون هو result error code عفوا، وسنضيف message التي هي نفسها هذا. إذا هنا سنكتب message والتي هي error الايرور مسج. جيد. يمكن ان نكتب هنا ايضا كما كتبنا بوقت سابق ان باك اند ايرور، وهنا بين اقواس نكتب الكود، وبالتالي نكتب ريزلت ايرور كود، ليس هنا في الخارج هكذا، وهنا عفوا، اذا هنا بضيف الريزلت مسج هكذا. هل يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ. فإذا هذه هي الشيء. طيب، فإذا ممتاز. الشيء الثاني هو أن هذا البروفايل موجود أين؟ موجود هنا بصفحة بروفايل بيج. فإذا هذا هو البروفايل. ففعليا الشيء الذي يحدث هنا أن نريد أن نضع هذا بكمبوننت خاصة، فبالتالي هنا سأقوم بإنشاء import user card from components user card. الآن سأنشئها، وهنا سأنشئها component مسار واحد على component user card.js، وسأنسخ من هنا كل معلومات صفحة البروفايل، سأنسخها هنا بكل بساطة. طبعا هذا لا أحتاجها بهذا الشكل، وهنا سنكتب user card اسمها، فإذا لا نحتاج لهذا وليس لهذا أيضا. وبكل بساطة سنقوم يمكن أن نضع هذا هكذا بداخل fragment بهذا الشكل، أو div نكتب div لا مشكلة. إذن هذه هي طبعا، وهذا أريدها أن تكون client component، فسأكتب use client. client component يتم تنفيذها أين؟ في المتصفح كما اتفقنا في وقت سابق. فقط طبعا من هنا، طبعا صفحة البيج هذا علي أن أقوم بتعديلها، فإذا هذا كله سأحذفه وأضع بدلا منه user card. فإذا الآن يفترض الصفحة لا يوجد بها أي خطأ، فإذا لاحظوا لا يوجد خطأ نفسها، أنا لم أقم بأي شيء جديد. الشيء الوحيد الذي قمت به هو أن قمت بإنشاء، وضعت معلومات الشخص بكمبوننت جديدة، ووضعت هذه الكمبوننت use client ليتم تحميلها بالكلاينت فقط.
لم أقم بشيء جديد. بداخل هذه المعلومات هنا أريد فعلياً أن أقوم بطلبها بطريقة React العادية. طبعاً تعرفون Next.js هي React، نفس الشيء، بنيت على React. فيمكن أن نستخدم هنا UseState from React، ويمكن أيضاً أن نستخدم UseEffect من React. فهنا بالنسبة للشخص أنا سأضعه ب State UseState، مبدئياً سيكون الشخص null غير موجود. الآن سأقوم بإنشاء UseEffect للطلب نقطة الـ API. قبل أن نحدث نقطة الـ API تكون موجودة من Profile API، لكن الآن سيعطيني خطأ. فإذن هنا بالـ UseEffect نريد طلب هذه النقطة. لاحظوا نحن بالـ Client. لماذا نحن بالـ Client؟ لأني كتبت Use Client. فطالما أنا بالـ Client فبكل بساطة يمكن، لا داعي أن أعرف هذا الرابط، أنا أعرفه تلقائي لأنني أنا بالـ Client، لكن لا داعي أن أستعمله لأنه معروف. ففقط أقوم بكتابة بهذا الشكل أن الـ URL للبوينت هي Profile API، هذا هو. ثم سأقوم، يمكن هنا أن أنشئ function بداخل UseEffect أو خارجها لا مشكلة. فإذا سأكتب getUser، وهذا function يجب أن يكون async. لماذا؟ لأنني فعلياً سأجلب response من fetch، فسأستخدم كلمة await للـ URL وفقط هكذا، عفوا. فإذا هذه هي الـ response ستأتيني، وثم من طلب نقطة next server، وهنا أيضا ستأتيني، سأقوم بتحليل الريسبونس لدي. فهنا سأكتب التالي، سأكتب إذا كانت الريزولت أوكي فعليا، فأنا أريد أن تحدد أن اليوزر الذي لدي هو عبارة عن result data. غير ذلك فاجعل اليوزر عبارة عن null، ودعوني أرتب. فإذا هذا هو الفانكشن، وبعد أن ينتهي الفانكشن سأقوم بكولينج له بget user فقط لا غير. فإذا الآن لو جاءني يوزر فبالتالي فعليا سيتم حفظه باليوزر ستيت، غير ذلك لا، سيكون null. فهذه كلها يمكن أن أكتب هكذا، أن if not user، لم يكن هنالك user فريتيرن لا شيء، ربما أكتب بهذه الطريقة. أما إذا كان لي يوزر فاطبعي هذا. فأعتقد سيعطيني خطأ هنا لنرى، لم يعطيني خطأ، هذا شيء جيد. هنا لاحظوا لم يظهر أي شيء، لماذا؟ لأن بكل بساطة قلنا return كذا. يمكن نضيف مثلا return paragraph tag ونكتب بداخله no user no, error in fetching مثلا user، ولاحظوا ممتاز. الخطأ أنني لم أكتب هنا dot json ولم أكتب هنا dot json، هذا هو الخطأ. فإذن الآن لنرى، فإذن يفترض لا يوجد خطأ الآن. لاحظوا جلب لي نورس أو علي، من هو سجل؟ لا عفوا، هنا لم أقم أنا فعليا، أنا استعدت اليوزر هنا لكن لم أقم بعرضه على الشاشة. فسأذهب إلى App Components User Card، ومن هنا أنا حصلت على اليوزر، أصبح لدي اليوزر موجود. فإذا الإيميل هنا سيكون هو user email، وهنا user first name، وهنا user last name. سأكتب الباسورد لأغراض تعليمية، لكن هذا الشيء خطأ طبعا، user password. طبعا ستظهر لي كلمة المرور المشفرة. فإذا الآن لاحظوا، فإذا هذه هي نورس. فإذا الآن سنسجل الخروج، نسجل الدخول كعلي ولنرى الموضوع. فإذا هنا علي at mail.com وواحد واحد واحد، عفوا كلمة مرور اثنين اثنين اثنين. فإذا الملف الشخصي لعلي، فإذا هذا هو علي. لاحظوا أن في بداية تحميل الصفحة كوني الآن بالكلاينت قال لي error in fetching، يعني ظهر لي هذه الرسالة. فأنت يمكن بدلا من هذه الرسالة أن تقوم بريلود، يعني بعرض spinning، يعني دائرة هكذا تدور حتى توضح أن يتم loading للصفحة، يمكن كذلك بدلا من هذا يعني. وبهذه الطريقة نحن قمنا بتحميل الملف الشخصي للشخص للمسجل الدخول. فبداية الآن سأذهب إلى الكومبوننت app component articles و app components عفوا article form. هنا بالarticle form لاحظوا سأقوم بمسح هذا، وهنا بال
بالفورم الخاص بالآثر آي دي، يعني بالفيلد الخاص بالآثر هذا أريد أن أمسحه. فإذا أتأكد أنني مسحته بشكل صحيح، هذا أريد أن أمسحه، لا داعي له فعليا. أيضا إذا ذهبت إلى App Articles API Route، بخصوص إضافة article جديدة بالبوست ريكويست هنا، لاحظوا أنا أضفت author ID كذا، هذا لا أريدها فعليا، لأن author ID سيتم إضافته من الباك إند. فإذا لنجرب هذا. طبعا بداية أنا نسيت تشغيل السيرفر، سأشغل السيرفر NPM run dev، ونذهب إلى هنا localhost 8000 وليس 8000 3000. فإذا الآن باللوجن أنا الآن سأسجل كنورس، وكلمة مروري خطأ طبعا. فهنا سأذهب إلى إضافة مقالة جديدة، وسأكتب مقالة من نورس وإضافة لنرى. تم إضافة مقالة بنجاح. طبعا أؤكد لكم أنني نورس، ها هي، ها أنا. وإذا ذهبت إلى Database لاحظوا مقالة من نورس والID المضاف 1. الآن سأقوم بتسجيل الخروج، نعم أريد تسجيل الخروج، وسأسجل كعلي ali@mail.com 222. والآن الملف الشخصي لأؤكد لكم أني علي، إذن ها هي. ثم سنذهب إلى لوحة التحكم، إضافة مقالة جديدة، والآن سنكتب مقالة من علي وإضافة، ونعد إلى هنا. إذن مقالة علي ها هي والID 2. نجحنا أم لم ننجح؟ نجحنا بإضافة مقالة. الشخص المسجل للدخول هو سيكون صاحب هذه المقالات التي يضيفها. لاحظوا مرة أخرى أكرر، الشخص الذي يسجل الدخول ويضيف المقالة ستكون باسمه.